سيارتي أنا ما تنفعني أسوق فيها السيارة، وجيب لي سواق وديني وجيبني، أنا ما لي خلق أسوق، مرة ما لي خلق، زحمة الرياض مرة تروح. تعيشين معي كذا حياة تنبسطين معي وتنبسطين. لما بعدت عن كل شخص أحس إني بقول ما راح أخاف، بس سوما عيوني لم تصبحي نورة الدوسري. شكرا لجوريا عمري، شكرا المصمم، شكرا كل اللي يدعمون. لن ايه؟ لن تصبحي نورة الدوسري. والله اني احتاج ضربة في التجبة. لن تصبحي نور الدوسري يا سوما، لن تصبحي نور الدوسري فعليا. لن تصبحي. اي والله انك صادقة، اي والله اني انا اقولها بكل ثقة اني لن اصبح نور الدوسري فعليا. شكرا يا عمي، شكرا شكو. اسمعيني نورة حبيبي، هذا جمهور ويحق لنا احنا نعرف، يحق لنا متابعينك يعرفون عادي. وبعدين مكتوب اسأليها هل هي تتابع مروج كثير هذه الايام؟ تتابعي مروج؟ مين مروج؟ مروج الرحيل تتابعيها؟ ما اعرفها. ها؟ ما اعرفها. طيب زوجك تزوج عليكي؟ طلق أنا ما متزوجة. هي قاعدة ترد. طيب السؤال، هل التغيير بسبب الفلوس؟ يعني ربي أكرمك وزادت عندك المادة صارت عندك؟ لا يعني ما في زلط جاكي زيادة وخلاكي كده تتغيري؟ لا يعني ما في زلط، انت زي ما انت. شكرا زهرة، شكرا كل اللي يدعمون. قولي لها انت كيف صارت، أسأليها هل تحب أحد؟ تحبي أحد؟ في نفسي نبي حبيبي. سمعت جواباتها. أسمعي طيب، إذا أنت مهددة سوي كذا غمزي غمزي غاموز نورة غمزي، إذا أنت حد مهددك. لا أنت مهددة أغمزي. والله ماني مهددة، لا يا نورة مهددني. والله حسك مهددة سوي كذا. لا ما راح أسوي. غمزي يا الغامزة نورة، ده حد مهدد تقولي ترى رب الكعبة حننقدك. والله ما حد هددني. هاي يا حبيبي ما هي مهددة. طيب ايه، طب اسمعي بعد ما انت تقفلين اللايف كم تزعقين في البيت؟ يعني انت حبيبي الحين في اللايف هنا عندنا انت ما تزعلي وهاديه وكيوت، بعد ما تقفلي البت، يعني بعد ما تقفلي البت تمام حبيبي، كم تزعجي مره بعد اللايف؟ ما زعك مستحيل والله العظيم. اقول لك اللي في البيت مصدومين. طيب تقدر تضيفيني وظيفك في الاصفر؟ متاكد من الكلام، اكلمك كام بعد اي الجوله؟ مشكله ما عندي. فين حقك الاصفر القاه؟ البايو. طب انا حضيفك واقبل حق الاضافه عشان انا اتاكد بجد، اتكلم وحتفكي لي كلام واتاكد من صحه كلامك. ابشر طيب عيالك ما عاد تضربيهم؟ هلا والله يا سوما. نورا حبيبي كيفك؟ تمام حبيبي دقيقه بس. نورا الحين عندها هديل حبيبي كيفك؟ سوما نورا عندها نداء تزاوج. هديل حبيبي كيفك؟ والله تمام الحمد لله، انت كيفك؟ حتى انت ايش بك صورتي كذا يا نورة؟ كذا الناس الشتويين نورة اثرت علينا. انا بروح اجيب سماعات يا بصير زيكم. يلا روح اجيب السماعه تعالي. انتم صحيات. يلا تعالي بسرعه. هديل دقيقه لما تيجي نورة. نورة ايش جرى لها؟ نورة عندها نداء تزاوج. نورة سكنت. هلا هلا بالحب، هلا بالدلال، هلا بالسبيكل، هلا بكل الزين، هلا بالحلا.
هلا والله هلا منورة، تصبر تجعلني فدوى. يا صمة، هلا نورة ما تحب الصوت العالي يعور راسها. الله، الصوت عالي ويعور راسها. الله ايوه يفعل. اشتني سوم حبيبي، انت اكتر. الله يلا صدق، نلعب انت بنات. والله العظيم ما في زيك صدق. ابو حكم لا ترفع صوتك، البنات ترى ينزعجون من الاصوات العاليه، انتبه لنفسك. انا راقي من يومي يا هديك، ايش فيك؟ في صدى صح؟ نورا ايش؟ لا في صدى. ابو حكم كيف حالك؟ تمام الحمد لله، ايش اخبارك؟ تمام والله. هدي لو خذي نتفاهم شويه مع نورا، بسوي ميوت. ها طيب اوكي. نورا نورا بديل، علي صوتك. انت مدخلتها مع ناس مزعجين، احنا راقين ليش تسوون كذا؟ علي صوتك. صار كلمة انت. لبي حبيبي. الله ياخذك، لا تزبديلك قدام تشلين قدام. صار كلمة. ايش تقولي؟ سوما ايش فيك؟ ايش فيها سوما؟ بال هديل هديل، اسألك بالله، انت دحين انت مستوعبه دي مين؟ نورا شيخة الشيخات، ملكة جمال الشرق الاوسط، احلى بنت. تدرين وش نورا اسمها الجديد؟ اسمها الغزالة ريئة. الغزالة ريئة. نورا انا من امس صراحه حاسه اني ابغى اكون زيك، رب الكعبه بتدلع زيك، بغير من نفسي. قررت والله يا هديل. كبسوا بنات، كبسوا كبسوا حياتي زيك والله العظيم. والله ما شاء الله اني احب العب معاك اكثر من اول، والله ما اكذب، ما ادري ايش بي. والله طلعت من الجوله من عندهم، وهم الحين عندهم حكم، وعدتهم اني ارجع لهم، قلت لهم ما برجع لكم وقت ثاني. دحين انا ابغى نورا، انا خرجت من هناك عشانك هنا، ما ابغى ابغى اكون معاكي، احس ما اقدر افارقك هذه الايام. نورا بتغير زيك والله العظيم، يحق لي يا نورا. ترى احنا صديقات، لو انت ما تسعين لي اني انا اصير زيك ترى يسمى حسد. ما احب الحسد. خلاص قولي لي، انا عاجبني التغيير اصلا، بس ان انا ابغى اكون زيك حقيقي. اصفر اصفر. انا المفروض لما اكل التقنبر احط روج. استعديتي رمضان سوما؟ انت خلتيني استعد. ايش دخلني انا بعد؟ انا اللي شفته هذا قدام عيني، انت خليتي فين استعداد؟ انا ايش دخلني؟ حبيبي احط روج زيك؟ انت تعرفي ارواجي حلوه مره. جنن. أنا ماني مصدقة وقسما بالله، أنا وين؟ إي والله العظيم أنا وين؟ يا ربي إيش بغيش، إحنا فين؟ أنا في عالم الفجر. مين؟ ها؟ إحنا أحلام الفجر. الفجر؟ لا لا الفجر الحين، بتشوف يطلع الصبح. صراحة إحنا أحلام الفجر اللي بدون كونديشنين، ولا تزعلين مني. أنا أقول لك اللي في قلبي، أنا أقول لك اللي في قلبي بدون زعل. احنا احلام الفجر انا وياكي اللي بدون كونديشن. يعني انا يا نوره شوفي، كل شيء اسويه، اي شيء اتوقع اسويه. انا في يوم لو طلعت بدي الحاله اللي انت فيها واتدلع واسوي كذا، طير يا شعري طير، احاول انه يطير والله من جد، احاول انه يطير شعري كمان. ايوه بس العتيم، احبكم، اموت عليكم، اموت عليكم. أنا تغير للأفضل. الأفضل. أحبكم. ترى صدمة، أختفي عنهم أسبوعين وأجي أنا كذا بدي الحالة. شكرا إحساس، شكرا كل الداعمين. إيش فيه؟ وأجي بدي الحالة؟ إيه؟ لا والله صدمة، أقسم بالله صدمة.
انت مكبرة الموضوع. والله ماني مكبرة الموضوع، وحتى صوتك طب شكليا اوكي مو مشكلة، حق لنا نترتب كلنا مالك وملسومة، فعلا الترتيب والجمال حلو ما نكذب، صوتي الحنقرة تيمي، حنقرتي تيمي كيف اغيرها؟ قولي ما شاء الله، لا تسكيني عيني وصير اصارخ، ما ابي اصارخ. يعني ممكن في اي وقت تزعجي، يعني ممكن انتي ما تصلين على النبي وبعدين تجيني عيني وصير اصارخ مثل الاول. اشرب يا روحي، جايبين شربيرك. في انت في انت صرف الموضوع من جد، ترى شيء 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 شي غير طبيعي، والله العظيم والله العظيم يا نورة، والله ما اكذب عليكي اني انا من امس في البيت ادور حوالين نفسي، والله ما اكذب، واسال زوجي ايش سبب تغيير نورة، لا يعني ابغى اعرف هل هو يعني في شيخ قرأ عليكي، في حبيب في حياتك أعطاكي معنوية وخاص قاعدة تدلعين عليه عشان كده تسوين، يعني ايش الشيء يعني قولي لنا، لا احنا حق لنا ترى الجمهور نعرف، انا فانز لكي ترى، أول شيء أنا ما أعرف الشيوخ يقرأون. الشيء الثاني أنا ماني مؤمنة بالحب. الشيء الثالث إنه أنا لو في أحد بحياتي بكون ما راح أخاف، بس سوما عيوني لن تصبحي نور الدوسري. شكرا للجوري يا عمري، شكرا للمصمم، شكرا كل للعمود، لن ايه لن تصبحي نور الدوسري. والله اني احتاج ضربة بنت جبه. لن تصبحي نور الدوسري يا سوما، لن تصبحي نور الدوسري فعليا، لن تصبحي لن تصبحي لن تصبحي. اي والله انك صادقه، اي والله اني انا اقولها بكل ثقه اني لن اصبح نور الدوسري فعليا. شكرا يا عمي، شكرا انا شكو. شكرا دامي، شكرا. يعني انت حتى التقنبر ما حد ياكله كده، كيف اكله؟ ترى اكلك الحقيقي انا عرفته، هذا قدام بس الشاشه هنا، قصي هنا رقبتي اذا انت ما تقفلي اللايف وتسوين كده. اعوذ بالله من غضب الله، تحطينها في ذمتك؟ وكيف تاكلين في خلف الكواليس؟ ترى قولي الصدق، شايفتني على قنوات فضائيه؟ ماما حبيبي ما ابغى. يا اسالك بالله كيف تاكلين خلف الكواليس؟ نفس ما انا، مستحيل، انا اقول لك مستحيل، ما في شيء مستحيل عليك، لا يمكن اصدق ذا الكلام، مستحيل. ساحة ودخلتي انت هنا مشهورة وعندك متابعين، احنا حق لنا كلنا نعرف، واحنا عليك حق. سوما تعرفين تطبخين؟ نو حتى انا ما اعرف اطبخ. وش دخل الحين الطبخ في الكلام اللي انا اقوله؟ لانه كيف اتقضى رمضان وانا ما اعرف اطبخ؟ لا انا بجد يا جماعة ترى ذبحني الفضول، ايش الشيء اللي يخليني ما اعرف؟ تعطيني طريقة، اقسم بالله من امس ادور في البيت نورة، ترى صدقيني سلطان
والله ما اكذب عليكي، والله انسال عنها اليوم الدين. اني ادور في البيت واقول لسلطان نورة ايش سبب تغييره؟ حبيبي خلاص لساني، حبيبي روح جيب لي مويه، روح جيب لي مويه سلطان، روح المطبخ جيب لي مويه. اسالك بالله جيب مويه، انسال عنها اليوم الدين اذا انا اكذب. نورة اسمعي، بساله قدامك بذمتك، اول ما شفت نورة انا اول ما وريتني ايش قاعده اقول لين اليوم. ابتدي الجنان وانا ما مش عارف ايش السر. تبي مويه؟ روح جيب. دخل المطبخ لي ساعة يا بشر احاول فيها ساعة. حبي دقيقة حبيبي دقيقة، بجيب لولدي مويه. دقيقة حبيبي. شفتوا لما قامت المشية ديك حق زمان، ايش بقى ما قامت كذا بشويش ليش؟ طيب ايوه نتكلم، شفتوا انها متصنعة؟ شفتوا كيف قامت كذا؟ لما دحين قامت ليه ما قامت؟ والله انا لازم اوريكم. ها انا بروح اجيب ولدي، انا بروح اجيب ولدي. ليه ما قامت الاوتوكيت والبوتيكيت؟ ليه ما قامت كذا؟ ليش؟ لما بجيب المويه لولدي فين الاوتوكيت والبوتيكيت في الموضوع؟ هلا هلا عمري، هلا هلا بالعمر، هلا ما بزعق قريب عشان عيلتي يسمعوني. لا مركبة سماعة. سلطان سلطان أنا دي حبيبي بشويش، آسفة سلطان. لا 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 قريب بالواتساب أحسن عشان أحبالك الصوتية. واتساب أقول يو ليتي صحة دقيقة يا حياتي يعني. قاعد يصير مو طبيعي فجأة كذا، صارت تحديد كامل، فورمال كامل هناك. دحين راح تقبص ولدها، قبص 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 قبص، مستحيل اتحدى لو دحين ما قاعد تقبص ولدها وصوتها كانت ما تروح الا تبي تسوي نفسها اوتوكيت. لا قاعد تتصنع والله، يمكن يشبه كومنت واحد يا جماعه احد مهددها. دحين لما تيجي ورب الكعبه تقول تحت التهديد تغمز، مو مستحيل هذه نورة يشبكم انتو. شكرا حبيبي ساره، والله صدقوني هذه نورة، خذوه كلام من عند سومه، خذوا الكلام الصدق مني، هذه نورة دحين قاعده تقبص ولدها، تقبص تقبص نفسها تسوي نفسها توكيت، وتلاقون ولدها الحفاظه كلها لكم الله، كم كيلو في التبول متقطنه وتمشي. ها لا الله، خلينا نيجي نشوف اخرتها لما تيجي، لانه شيء مو طبيعي. جيب لي توك. ماما انا ما صدقت. لا تمشطيلي والله العظيم يا جماعه، ترى ساعدوها يمكن الادميه تحت التهديد. نور الدوسري صدقوني تحت التهديد والله. دحين انا بقول لان تكتب اسئلتكم انا بسالها، مش معقول. بيبي انا ما حسيت. لا لا استنى خليها لما تيجي، حطوا لنا فاجئه، حطوا. فين راحت؟ شكلها تهبد بولدها بالليل، الهبد الهبد. والله العظيم اني ما اكذب، شوفوا انا بحطها في ذمتي لانه حرام، يمكن يكون صدق انها تغيرت، لكن انه ولدها كيف سكت بالقراص تقرص فيه. اسكت اسكت دوب اشبك انت، حتى تحولت لما انفك الباب وربي شفتها تحولت في التحول كده، عيونها سوت بانت على حقيقتها ديك الاولى.